عشان كده كان لازم نشوف بعظمة لسانه، هل الهلال يا أهلي؟ الأهلي بيستهل المشوار الأفريقي الطموح نحو السعودية، 2023 كأس العالم للأندية إن شاء الله تعالى. الأهلي بدأ الدوري، إن دي بطولته المفضلة، دوري أبطال أفريقيا البطولة المستحقة، وبقت كأس العالم للأندية البطولة اللائقة بالأهلي. إنه يكون ضيف دائم أو شبه دائم على كأس العالم للأندية، فهي دي مكانة النادي الأهلي، وهو ده تمن النادي الأهلي وصورته العالمية. عشان كده بداية الأهلي في دوري الأبطال بدوري المجموعات بداية مهمة جدا. اتأجلت له مباراته مع القطن الكاميروني في الجولة الأولى، لكن الجولة ديت بيبدأ مع الهلال السوداني الشقيق في أم درمان. الأهلي أضاف لقائمته الأفريقية 7 لاعبين جدد في الانتقالات يناير، مروان عطية وكهربا وخالد عبد الفتاح وأحمد قندوسي ومحمد الضاوي كريستو وكريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان. طبعا ابتعد للإعارة محمد محمود اللي أعير لنادي الاتحاد، ومحمد مغربي وزياد طارق وحسام حسن لسموحة. ماذا في بعثة الأهلي في السودان؟ الترتيبات الفنية، الأجواء الفنية للفريق واستعداداته. معنا من الخرطوم الزميل عبد الحميد جلال الصحفي بالمركز الإعلامي للأهلي. مساء الخير يا عبد الحميد. مساء الخير عليك يا استاذ ابراهيم، ومساء الخير على المهندس عادل الطيعي وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. وصلت بالسلامه النهارده، احكي لنا بقى بعين الصحفي ايه اللي انت رصدته. طبعا يا استاذ ابراهيم حضرتك عارف ان النادي الاهلي لما بيشارك في بطوله بيكون الهدف الاساسي هو التتويج بالبطوله، وكلنا عارفين ان بطوله دوري ابطال افريقيا بطوله غاليه جدا على النادي الاهلي وعلى جماهيره. فخلال الرحله النهارده كان في تركيز شديد جدا على كل اللعيبه ان هم ان شاء الله تكون ضربه البدايه في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا تكون موفقه، وان النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه تساعده على حسم تذكره التاهل مبكرا. كلنا عارفين طبعا ان ماتش القطن الكاميروني في الجوله الاولى يتاجل، وبالتالي عايز اقول ان الفوز او تحقيق نتيجه ايجابيه مهم جدا جدا للنادي الاهلي في ماتش الاحتفال يعني، فده كان محور الحديث لكل اللعيبه والجهاز الفني خلال الرحله الصعيد. في نفس الوقت طبعا في مطار الخرطوم كان في ترحاب شديد جدا بالنادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي، سواء من الاشقاء هنا في السودان او الخارجيه المصريه طبعا متمثله في السفاره المصريه في السودان طبعا خلال السفير هاني صلاح اللي بصراحه قام بجهد كبير جدا جدا في كل الترتيبات والتنسيق مع بعثه النادي الاهلي، سواء مع السيادة الوزير عمرو فاروق رئيس البعثه او الكابتن سالح حفيظ والشق الاداري. وفي غير ان جمهور النادي الاهلي طبعا كان في الاستقبال كالعاده، جمهور الاهلي في كل مكان يا استاذ ابراهيم استاذ عدلي في كل مكان بصراحه الاهلي بيروح بيلاقي جمهوره، فان شاء الله الاجواء كلها تفاؤليه بتحقق نتيجه ايجابيه في المباراه. يعني الفريق واضح انه مستر مارسيل كولر عامل حساب كمان مباراه اسوان، اخذ خالد عبد الفتاح برغم انه موقوف في مباراه الهلال، لكن عامل حسابه انه ياخده لمباراه اسوان. بالظبط، طبعا خالد عبد الفتاح دلوقتي بقى من العناصر المهمه جدا في الفريق، وزي ما حضرتك شفت لما شارك في كاس العالم ظهر بمستوى كويس جدا، حتى الطرد اللي تعرض له طبعا كل الناس عارفه شفت الطرد ده ازاي، فبالتالي هو خلاص بقى عنصر اساسي من عناصر الفريق في الفتره المقبله. فمستر كولر دايما بيركز في سواء المباراه دي او المباراه اللي جايه، وكان التركيز في ده ان الاهلي بدل ما يرجع للقاهره وبعدين يرجع تاني لاسوان ويبقى في اجهاد اكثر على اللعيبه، لان في وقت ضيق جدا بين المباراتين، ففضل ان هو ياخد خالد عبد الفتاح معاه رغم انه مش هيشارك في مباراه الهلال، لكن هي ممكن يكون له دور كبير في ماتش اسوان ان شاء الله. بكره التمرين على ارض ملعب الجوهره الزرقاء ولا على ملعب فرعي؟ لا، بكره التمرين ان شاء الله على الجوهره الزرقاء الساعه 3 عصرا، وهو دي ده استاد نادي الهلال، ودي ده الملعب اللي هيحتضن المباراه.
وهيكون قبل التمرين قايم المؤتمر الصحفي الساعه 2:30 الخاص بالنادي الاهلي، واللي المفروض هيحضره مستر مارسيل كولر مدير الفني للفريق والكابتن محمد الشناوي. الاجتماع الفني للمباراه بكره مش كده؟ الاجتماع الفني للمباراه طبعا هيكون بكره بحضور كابتن سالم حفيظ وكابتن سمير عدلي وكابتن ماهر عبد العزيز، ده من النادي الاهلي، وبالاضافه لمندوبي نادي الهلال الثاني ومسؤول الاتحاد الافريقي، ويكون في احد الفنادق اللي هتكون قريبه من فندق الاقامه بالنادي الاهلي. هيكون الساعه 7 مساء ان شاء الله، هيتم خلاله الاتفاق على كل الترتيبات المتعلقه بالمباراه. تمام يا عبد الحميد، والجو جميل. يمكن عرفنا من سيادة السفير ان درجة الحرارة في اثناء المباراة تقريبا تتراوح ل 30 درجة. طبعا ده يكون بالنهار، هو الجو بالنهار ممكن يكون يعني حر شويه، بس مش بدرجه الحراره اللي هي بتاعت الصيف، وبالليل مش ساقعه يعني زي مصر، فالاجواء هنا كويسه، وفي تفاؤل جدا في بعثه النادي الاهلي ان شاء الله ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه في المباراه الصيفيه. هل اتكلمتوا مع مستر كولر؟ لا طبعا مستر كولر انت عارف الوقت كان ضيق جدا، هو كان في جلسه مع اللعيبه، ومجرد الوصول لفندق والاقامه كان مستر كولر نفسه شاف الارهاق على اللعيبه والاجهاد، ففضل ان هو ياجل الجلسه دي لبكره علشان اللعيبه تاخد قسط اكبر من الراحه وتكون بكره فريشت كده ان شاء الله يعني. باذن الله تعالى يا عبد الحميد ترجعوا منتصرين ان شاء الله.